هلا والله شباب، حياكم في الحلقة الثانية أو الفيديو الثاني عن هارستون. هارستون واليوم قاعد نلعب أرينا. أرينا طبعا الدك مالنا على السريع. احنا مو مقتنعين فيه كلش. انا مقتنع فيه ولا حمود لانه ما طلعوا لنا كادات زينين. شوفوا المانا كيرب يعني مالنا ما شوف يعني وان عندنا بس واحد لبرنو. زين حق خلينا نشرح حق اللي ما يعرفوا عن أرينا لأول مرة يشوفون شيء اسمه أرينا. أرينا تدخل ب 150 كون أو تقدر تدفع بالفلوس الصجية، بس احنا دخلنا ب 150 كون من الكوست تحصلهم، وبعدين تختار من ثلاث كلاسات. احنا طلعنا احنا طلع لنا ميج وثرال ودرويد و يعني ميج وشامن ودرويد وش اسمه. اخترنا ميج اخترنا ميج بعدين عقب ما تختار شو اسمه الكلاس يعطونك ثلاث كاردات، تقدر تختار واحد منهم كل مرة. يعني 30 كارد كله ثلاثة واحدة اي 30 مرة تختار من ثلاث كاردات. ف ما تقدر تشيل كارد اي فتختار واحد منهم خلاص اللي تختاره عندك عندك على طول وما يصير تشيله. وتقدر تلعب كل ما تفوز توصل لما توصل 12 حدك او تخسر ثلاث مرات. اذا خسرت ثلاث مرات الونز اللي هاي تحصل منهم شيء جائزة. والشيء الاحسن ان حتى لو ما تفوز بعد بتحصل شيء مشي روحك. بس يعني 150 ف اذا خسرت من البداية هارد اكيد ما بتحصل. يمكن تحصل كونز شوي او يمكن تحصل باك وباك ب 100 فخسرت 150 على باك تقريبا. هو دائما اول جيم يكون يحطونك ضد واحد اول جيم لا. يعني فاحنا لعبنا قاعدين نلعب ما غلبنا ولا مره ولا لعبنا ولا مره وهو نفس الشيء حتى اخر جيم كان اي حتى كل ما تفوز. يعني مثلا اذا احنا فزنا واحد يخلونك ضد واحد فايز مره بعد نفس الشيء كله كذي. يعني مثلا اذا وصلت انك فزت خمس مرات وخاسر مره يخلونك ضد واحد فاز خمس مرات وخسر مرة. يعني دائما خلونك ضد واحد نفس المستوى مالك تقريبا. فانزين اوكي لوت هوردر زين بوليمورف نشيله كلهم نشيله ابي اشياء تو مانا. اذا طلع لنا اللبرنوم وايد زين بعد. سلام يلا تريدز جود تريد. هو بيطق فيس عقب انت تستخدم هيرو باور ضد الحاتر. ايه اذا سوى تريد زين والله. اوكي نسيت اتوقع انزين ما بيلعب شيء انزين. فالحين عندنا اوبشنز. انا العب ذي يا ذي لان بريست ما عنده ويبنز او هيرو باور. هيرو باور وش اسمه ونخلي هاي ايتم انه يسوي مور دامج. يعني بسوي تقريبا 6 دامج. هيرو باور هيرو باور انا بعد احسن عشان نخلي لانه هو ما عنده شيء في البورد. يعني 40% من كارداتنا صغار يعني اشياء صغار بس بعد صار نفسه ديمن. اوكي ما يقدر اسوي شيء. تقدر تذبحه بس بعد لازم تستخدم هيرو باور. نقدر نلعب الكون نلعب شيء نقدر نلعب كون اوه هنخليه عشان نسوي انسباير دايركت صح عشان تصير تطلع قيمته. فنذبح هاي بكوين وننزل ننزل لوت هوردر. لوت هوردر ولا تخلي شيء اقوى مع الاقل هذا بثري اتاك او تحس لوت هوردر زين حق اذا موت. انا يمكن يموت اخنا خليها اي صح صح اوكي الحين كوين باور. اوكي سيطر نبتدي تسيطر. سوينا 4 دامج فيس وايد زين على الاقل لابرونوم نفضنا يعني شوي. مشكلة بريست عند سبيل سيطر الحين هاي شو تسوي فيه بوليمور. ماشي تخسر عليه بوليمور. وايش كتبت قاعد تطقه انت؟ يعني الحين مثلا اوكي طق 3 3 3 مرتين 6 وهيرو باور 7 بس مشكلة ما طلع لنا بوليمورف العادي. ما طلع لنا الفروست بول توري فروست. المهم اسمه فروست بول يعني على شكله تحتاجهم. تصور ظهر باور مرة واحدة نطق له. اي بعد شو تسوي؟ ما في شيء احسن للاسف. هاي المشكلة في اليد تانك يعني. 7 هير كيل تشرب بعد مره ثانيه رجعوا هذه هي عم بدايره استوفر فهمت حتى كان يعطي المنيون ماله 5 هير اصلا شنو زين حق ذي ليش ليش ما سوى زين لوت هولدر على الاقل يعني ابي صراحه ما ادري. اذا تشوف نقدر نسوي كلير كل شيء. نقط هاي هيرو باور طق هاي وهاي او بالعكس نفس الشيء ما يفرق عندي. بس انا اهم شيء انه تلعب هيرو باور بالترتيب. هاي هيرو باور حق تشيلتون لوت هوردر. صدق كان لازم نذبح يمكن يطلع لنا شيء زين. لا اوكي ما كنا نقدر نستخدم ما ادري ايش الغبي سوى سايلنس
غباء صراحة يعني دي. استفادنا احنا من سايلنت ماله. اوكي هاي ما يستفيد منه وايد. لا تلعب شيء، لا تلعب شيء، لا تلعب شيء، لا تلعب شيء، لا تلعب شيء. هاي ايش فيدي كله تونت؟ فين بيطق؟ ما بيطق بعد، صدقني ما بيطق. اوكي ما عندي. شكله يلعب في التليفون. راح بيلعبون في التليفون. شكله هاي بيموت، مايكرو ماشين بيموت دارك. اقدر اسوي انسباير تبحث. تطق فيس وبعد شنو؟ اول شيء الديفون شيل بس بتخسر هذا. ما يصير اسوي تاول قد ما. اي تاول ستيلث ذي هيرو باور واذبح ذي شغال زين بعدين العب موبايس ومايكرو ماشين. اي نسوي درو. اي وش يسوي يطلع لنا؟ ما اعتقد عندنا بعد شيء تو منيون. شو كله ما يبانا ذبحني. البورد ماله متروس كله 1-1 بس زين هو ما عنده كاردات هاي لحد الحين. هو شوف عنده شيء يا يذبح هاي غصبا عنه احنا بنذبحها عشان انه شو اسمه هاي او يذبح هاي عشان ما يصير سباير زياده هاي زين حتى فيستس عندنا بيترن لا سهل بيترن بس يخوف لما بوريير شوف غير وريير ما في فايده تبي نستمتع شوي في اللعب ننزل فيسلس فيسلس ونطق الهاي ماله اوه نقدر نحط هاي لازم بس مشكلة ايه بيترن لازم يموت ولازم نطقه بهاي لان اذا بدين بينزل وايد منه او نقدر نسوي بوليمورف اقول لك فيس هاي اقدر اسوي بوليمورف لا تقدر تسوي كوفي منه شيء خلنا نستانس شوي عند بيترن ها حس بيخسرني تسوي بيترن كوفي وتطقه قبل هيرو باور بس عندك اثنين بيترن بس خلاص عن خاطري يا اخي خلاص وافقتك صراحة بيترن هاي ايفريوان كيلين هير بعدين ذبحت طبعا اكيد 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 ذبحت ما تخلي كلير بورد وعندنا اثنين بيترن بعد نقدر نسوي ثلاثة اوكي عندنا شو اسمه كنترول حق اي شيء يحط عود يموت شوف عندنا هاي عندنا هاي خلاص لازم تقطع لي هاي حرام يا اخي تقطع لي بس يعني حصل فاير او نقدر نسوي بوليمور حصل مشكله بوليمور في يذبح واحد من بيسمنت بان 4-4-2 او تسوي بوليمور تستخدم عليه هاي هيرو باور بس هيرو باور ما بيذبح وين بس يعني انه تذبح الذي شو اسمه سيلفر هاند ريكروت شو تسوي فيه اوكي لا ميك سنس لا اعتقد لان تشوف احنا كنا نسوي كنترول احسن بيكون جسمه يعني بنستخدم انه ما عنده كاردات احنا عندنا كاردات وايد يعني شوف انا بقول ايش تسوي صح سوي دي الحركه اللي تسوي بوليمور ايه طق قبل احنا غصبا عنك تنزل اف جي ايه لان ما عندنا شيء اذا مات واحد فايف مانا ايه وايد زين خلاص هي بلون فايلون خلاص هاي مال بلوش شوف هم اللي تموا هي فايلون حين تبي تفوز اليوم عندنا اوه نايس لا نلعب دي ولا نلعب هاي تصدينجو زين دامج مال دامج مال اقوى ويجيب لك واحد شو اسمه فايلون زياده عاد تطق هاي؟ اي لان احس راني ما طقوق لا يعني مو واذا موت عاد زين اقدر اسوي بعد فريز هو زين نقدر نسوي اقطع ايس بلوك زين عاد لازم العب شيء عندي معنا وهاي بستخدمه يعني كذي في النهايه بيتم للنهايه يعني يس كذا فايلون تعرف ليش طقيت دوك احسن بعد يمكن هو يلعب هو لينوفا ترى اي ف لينوفا على الاقل يشيل لك انا على الاقل بيرجع لي زياده اثنين زين فايده هي البوت عادي اوكي هاي شيء عادي بذبحه طق دي التونت تصدينجو ما يصير شكله حد اول مره يلعب التونت ما ايش اسمه اي شوف احنا شنو نسوي؟ نذبح هاي بهاي ثانكس ما تقصر اخوي ما سوى شيء هو الحين يعني احنا استفدنا اكثر ترى اوه بلتر بعد وايد زين هو عنده ولا كارد يعني اذا نسوي كنترول خلاص ما يقدر يسوي شيء عرفت؟ ذبحت صح 1-7 تقدر تذبح ترى انت الهاي يعطيك كيل بوت اي اذا اقدر اذبحها بذي ترى وير تيكينج كنترول حد
احسن جيم في حياتي. تغلب شوف البيترن يا اخي كارد اوفر باورد. ما ادري شلون بليزرد مو مصدقين انه هاي اوفر باورد الكارد. يعني لو سوى شو اسمه لو ما سوى ايه لو شو اسمه شو الغيب عاد ما ذبح على الاقل واحد. يعني احنا شوف الحين ما مستحيل انا بطقه. يعني يمكن عنده هولي نوفا ما اعتقد. بس حتى لو عنده هولي نوفا تعرف شو بيصير؟ ما في فايده. تو اورلس ما عندنا ولا واحد تو اورلس. عندنا كم الحين؟ هاي 12 15 دامج اون بورد. بو عطى 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 لا اصبر اصبر لا تم نلعب واحد زياده ما علينا. نزل نزل بيترن اول شيء عشان يصير اكوا. نزل نلعب تونت فا لا لعب فيترن واحد حط لنا واحد زياده شيء كان خلاص يلا فايلون. ايه اخوي لا تشيله ذي بعد خله بروحه. شوف شو يسوي شو يقدر يسوي؟ خلاص هلا ما يقدر يطيح حتى يطق شيء. ما توقعت صراحة تسويها فريز اون. خلاص بنفوز. ما توقعتك بول. لازم نفوز. حاب يسوي هيل زيادة مرة واحدة فاهم يعني عنده هيل. اوكي. حتى لو خلي حصل شوفه. تذبح واحد منهم. سوري. وعندي ايس بلوك وعندي شو اسمه اف جي لحد الحين ما استخدمت الاف جي. طق بالناين نون او لا طق مره واحده كذي ومره بالناين نون في ام ما طق ما يقدر يطق. هي فايلون طبي باي واحد فايلون طبعا هم اللي فوزونا. خلاص شفت جزيل الشكر. شفت جزيل طلبناه بشيء مو مال. جزيل الشكر للبيترن يا اخي هاي احتاجك كاتر. فزنا مره اهم شيء فزنا مره ما كنا نتوقع كصديقنا بس بنشيله طبعا ما حصلت كادرات صح ما عليه تشقر زين تريد سوالي تريد سوالي اوه ما يصير لا تسوي دور اوكي مو سبيل يسوي طيق فيس طيق فيس اشكاره يعني ما كنا متوقعين الشيء اوكي بس وانا عنك او يو هيرو باور وتشيل دوك التو هون نسوي دور يا روك صوت كنترول وان دامج زين حبي نزلنا شيء بيخليني اغير راينا في كل الافكار اللي قاعد نفكر نلعب كون وننزل بلتشر يعني غصبا كل اللي فكرنا فيه بنغير راينا فيه بيعطي بلسنج اوف كينجز يتي لويج يا اخي بس زين بعد نقدر ننزل جي او نايم مو بالشمس جنج او وان دامج فيس عادي تظن ما كان يطلع على فليم سترايك اوف وايد اشياء مهمه ما طلعت كانه ما ذبح السوبر ما طق فيه قال شكله بيسوي تريد بلتشر بيجاب شوي دامج بلتشر ذبح الشباب ميت ذي لو بشنو خلاص استسلم حق الامر الواقع نزل منيت مشكله عندنا وين منيت اوكي الحين اسمع ما لعب اوكي قلت يعني تبي نذبح هاي 4 6 نقدر وبعدين نذبح واحد من ذنين ايه 4 5 6 خلاص ما عندنا كفايه بعدين نقدر نلعب كون لبرنوم يسوى ترى زين سوي تريد واحد من ذنين بعدين لبرنوم زين كذي لا هاي مور دامج هو اوكي اي شيء هاي نفس الشيء انا كذا كذا اقول لك اوكي مو احس منه فايده اوكي مو عليه اوكي هاي واحد موت بيطق بذي؟ نايس الحين ليش ما طلعنا فروست مو والله بس ميج نقدر نلعب 3 4 7 هاي زين وايد زين عاد او عاد نقدر مثلا لا ما يكفينا شت اوكي بس نذبح نلعب هاي لازم بس مشكله عادي يمكن يطلع لنا شو اسمه 2 1 ويبس هاي راندوم هو اي راندوم نسبه راندوم يمكن يعني طق لازم تسويه ار ان جي لازم لحظه مو تذبح احد باللبرنوم انت عشان تقلل من تبي اذبح هاي باللبرنوم و بيطلع واحد بدل ما يطلع اثنين. ايه البرنوم ما بيموت بعد. اوكي صح. الحين ار ان جي. يا سلام. اوكي. صفق له. بعد اوكي. بعد اوكي.
قابلين. بس قاعد يزهير البنين سواء البورد احنا ما عندنا سبيل ينظف. اوكي اتوقع الحين السؤال شنو بنسوي؟ فيس بلوك ما في فايده الحين مع هذا الدريك سكيل ترى عود 4-5 مو صغير. ما عليه ما عليه هاي سهل لنا عشان نسوي شيء ذي عرفت والله ما تقصر حبيبي شكرا احبه انا. اوه ما عنده ايكواليتي بقى الحين ما عنده ولا شيء تبي ما عليه عنده فور واحنا 7 هيلث مالنا احنا عندي احس بيتوهق عقب عشان نشيله لو هاي الشيء اللي يطلع لي بعد توب تك شيء سوي وان هيرت او تعرف يخلي الاتاك ماله وان ما في حل ثاني خلاص لعبناه اللي يصير يصير الحين اللي يصير يصير اوكي ما استفاد مين الفروست نوفا هو بطق فيس يس فليم لانس يا سلام اوه هكلر واو اوكي الحين لحظه هيرو باور نذبح حد ولا نخلي التونت يتصرف لا بتونت احسن احسن لو بس ونطق فيس ايه اكيد اكيد ولو ناطر على الاقل ينطق عقب يسوي ريستور هيرت بالتوك المنيون اوكي واحد تفهم منه لا ليش اوكي 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 يا سلام يس يا سلام ما يبي يذبح ذي المنيون هو شكله لا زين 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 اوكي ما يصير طقي اوكي يا سلام دونت عندي وهاي لا 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 اوكي اوكي صح لعبت عن بالي ما لعبت شيء خرعتني خلاص 18 دامج من منين وصل هاي خلاص اذا مات عندي كفايه اللي سواه كفايه في وقت خلاص ما عندنا يسوي ذي اوف اوكي احنا عندنا 9-10 بين ان 2 دامج 9-10 وبوليمورف وخلاص ايش فيك؟ اي بس 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 شوف 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 يا سلام عليك يا سلام قلت لك على البوليمورف يساعدنا قلت لك من صدفه ذات واز ا ميستيك بيج ميستيك لا لا عجبني الدك لا عجبني الدك انا صراحه لحد الحين دك سوى شغل زين ما خسرنا لان اثنين قاعد يفكرون ايه صح غير اذا اثنين قاعد يفكرون في نفس الشيء